الإمارات تنتصر على كورونا وتعلن شفاء أول حالة بالفيروس بعد تلقيها العلاج اللازم، وبهذا تكون دولة الإمارات قد حققت إنجازاً في التصدي لفيروس كورونا الذي وصل عدد ضحايا حتى الآن إلى 908 أشخاص في الصين، وبلغ عدد الحالات المصابة حول العالم إلى نحو 40,000، معظمها طبعاً في الصين. أما بريطانيا فيوجد بها 4 حالات. الحالة التي تماثلت للشفاء في الإمارات من الحالات التي طالما تحدث الأطباء أن كورونا يفتك بهم، فالمصابة من كبار السن وتنتمي إلى العائلة الصينية التي دخلت الإمارات في خلال الشهر الماضي، وتماثلت الجدة ليو يوغا ذات 73 عاماً، تماثلت تماماً للشفاء. أصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية، وعبر فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات وام قدمت السيدة الصينية الشكر إلى حكومة الإمارات وقطاع الصحة على الرعاية الطبية التي حظيت بها. فلنشاهد. تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الإمارات، وهذا ما نوه إليها الدكتور عبد الرحمن أو حسين عبد الرحمن الرند، ووكيل وزارة الصحة في الإمارات نوه إلى ذلك. هنا نسأل، هل تم اكتشاف علاج خاص لفيروس كورونا؟ الإجابة هي أن الرعاية الطبية التي قدمتها الإمارات تبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة. أما على مستوى العالم وتحديدا في الصين، بدأت التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات. أما خارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية. الأطباء قالوا إنها لم تحقق علاجا كاملا، لكن حالة المريض تحسنت بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج المتواصل.